خلينا برضو نتابع مع حضراتكم ندوة نظمها المعهد القومي للقلب للتوعية بمرض قصور عضلة القلب، إزاي نتعامل مع هذا المرض ونقي نفسنا من الإصابة منه. نتابع تفاصيل في التقرير. اليوم العالمي للقصور بالقلب ندوة علمية وتوعوية بالمعهد القومي لأمراض القلب للتوعية ضد أخطار التغاضي عن أعراض إصابة القلب المؤدية للوفاة. المؤتمر النهاردة هو جزء من فعاليات اليوم العالمي لتوعية مريض القلب عن مرض قصور القلب اللي هو ضعف عضلة القلب. مهم جدا ان احنا نلتقي بالمرضى اللي بيعانوا من المرض، بنوعيهم، بنثقفهم، بنقول لهم ازاي يتجنبوا المرض، معرفة معدل انتشاره، أسبابه، كيفية الوقاية منه، العلاج الأمثل ليه. ده بيبقى مهم جدا لانه تثقيف للمرضى وتعريف للناس بهذا المرض اللي مش واخد القدر الكافي من الاهتمام بيه. وب 52 دولة من أعضاء الجمعية الأوروبية لأمراض القلب حول العالم عقدت الندوة لتثقيف المرضى والاستماع إلى شكواهم تداركا لمرض مميت لا يفرق بين صغير أو كبير. التوعية بمرض ضعف عضلة القلب ده مرض منتشر ومش دايما بيتشخص بسرعة. ما بقتش مجرد اللي هو المريض هبوط القلب ياخد علاج تقليدي ويمشي، لا، الهبوط القلب ده من الأسباب الرئيسية للوفاة والأسباب الرئيسية للتأثير على الاقتصاد القومي ككل. وتصل نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب في مصر إلى 40%، الأمر الذي يتطلب توعية من نوع خاص ووعي بمرض قد يفضي إلى الموت. هالة أنديل، الحياة اليوم.